تعالوا نكمل مع بعض. فايند ذا فيجن على الجبر فيرست وده البارت نمبر 5. عملنا قبل كده 4 فيديوز اتمنى انك تشوفهم. انا مقسم كل حاجه وعملناها زي كوليكشن كده بافكار. تعالوا نشوف هنتكلم دلوقتي على ايه. انه ممكن يجي يقول لي اكس ايكوال واي ويجي يطلب مني then x minus y all power 2 all x square minus y square all. ممكن كان يقول لي x over y يقول لي اللي هو عايزه. في مشكله؟ تعالوا بقى نشوف بعض. فكرتي هنا بتعتمد على حاجه اسمها سبستيتيوت. يعني ايه؟ يعني انا هعوض مش فاهم. يعني دي اكس اروح طالع اجيب الفاليو بتاع اكس ادي روت 5 بلس 2. الساين بتاعت المساله ماينس اهي. طالما دي ماينس واللي جاي بعدها مور تيرمز يبقى لازم تتويل براكت. دي اهم حاجه. وادي مول باور 2. بص كويس كده. بعد كده بمنتهى البساطه الماينس دي هتعمل ديستريبيوت هوزعها فتعمل لي تشينج للساين. بص كده ادي البراكت بتاع روح باور 2 ماليش دعوه بيه. يبقى دي روت 5 بلس 2 دي تدخل على دي تخليها نيجاتيف. دي تدخل على دي تخليها بوزيتيف وادي اول باور 2. طب بعد كده مستر مكملين هناخد اللايك تيرم ده روت 5 وده روت 5 واحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف يكنسلوا بعض. اللايك تيرم 2 بلس 2 تديني 4 اول باور 2. شكرا يا مستر. واحده واحده وانت بتحل. يبقى عملنا سبستيتيوت. خد بالك لما يبقى عندي ماينس جاي بعد منها مور تيرمز يبقى لازم مستر بتوين براكت عشان الساين دي هتعمل تشينج للاول ساين. وبعد كده اشتغلنا لايك تيرم والباور 2 لسه ثبتها وما جتش جنبها وفي الاخر اشتغلتها. هل دي زي دي؟ تعالوا نشوف. هنا الاكس هي الباور 2 يبقى ادي البراكت بتاعي وابتدي بمنتهى البساطه هاخد الفاليو بتاع اكس اهي روت بلس 2 اول باور 2. شفت بقى الفرق؟ دي غير دي. هنا الباور 2 على الاكس وادي الساين وبرضه هجيب الفاليو بتاع واي سوري روت 5 ماينس 2 اول باور 2. بص كويس واعمل كده كومبير وشوف ايه الفرق بين دي وبين دي. خد بالك بقى معايا المفروض ان انت بتعرف تعمل اكسباند للبراكت باور 2. طب الناس اللي نسيت جبنا الكالكوليتر وهبتدي اعمل براكت اهو براكت ادي اهو واكتب روت 5 هخرج منها واكتب بلس 2 واقفل البراكت. واضحه؟ اهي. بعد كده عندي الباور 2 اهي. بص كده تعالى كده نشوف الانسر اهي. فدي ابسط طريقه لو انت نسيت الاكسباند بتاع الفيرست سكوير والسكند سكوير وتوايس الفيرست تايم السكند. وبنفس الطريقه عملنا البراكت الثاني وادي الانسر بتاعته وهنروح نكتبها. خد بالك بقى معايا زي ما قلنا هنا لما يبقى عندي ماينس بعمل براكت. انا برضو هنا عامل براكت علشان الساين دي هتدخل هنا وهنا تعمل لي تشينج للساين. يبقى دي 9 ودي 4 روت 5 دي بوزيتيف تبقى نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف. ومكملين باللايك تيرم هنا 9 ماينس 9 يكنسلوا بعض. 4 روت 5 و 4 روت 5 سيم ساين يبقى 8 روت 5 فينش. ايوه فكرتين مهمين يا ريت تاخد بالك منهم. تعالوا نشوف اخر فكره. لو قال لي then x over y x over y يبقى الاول الx السبستيوت بتاعها روت 5 بلس 2 والواي روت 5 ماينس 2 ودي اللي احنا قلنا عليها. طالما عندي الفورم دوت لازم اعمل مالتبلاي اب وداون في الكونجيجيت نمبر. خد بالك بقى انا
طلبة كتير عارف ان هي بتتعب ما بتعرفش تعمل ملتبلاي كونجكت نمبر، فبرضه عشان ما نخسرش الدرجة بص بقى معايا كده، انا عملتها اهي وادي الانسر بتاعتي مكتوبة 9 plus 4 root 4 root 5 اهي. يبقى انت لما تنسى الكونجكت نمبر دخلها في الكالكوليتر وتدي لك الانسر. بص معايا كده، يبقى ادي المفروض الفورم ده لما يبقى في الدينوريتور اعمل ملتبلاي اب داون في الكونجكت في الدينوريتور اهو. الكونجكت بتاع ده بعمل الساين دي ماينس سوري نيجاتيف تبقى بوزيتيف اب داون. طب انا ما بعرفش اعمل ده، ما اخسرش الدرجه، دخلت الفورم ده للكالكوليتر زي ما وريتك وادي الانسر. يبقى عملنا كذا فورم، الاكس بلس واي سكوير واكس سكوير لوحدها او اكس اوفر واي، ويا رب تراجع كل الفيديوهات اللي انا بعملها لك. تعالوا نشوف فيديو جديد.